السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 8 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. لازلنا نواصل مع ايفالياسيون دياغنوستيك، يعني التقويم التشخيصي، يعني الامتحان اللي كيكون في أول السنة. وصلنا صفحة 8 من بعد ما شفنا في فيديوهات سابقة، شفنا صفحة 6 وصفحة 7، دابا حنا في صفحة 8. عندنا production écrite يعني الإنشاء، écrit ce qui manque، كتب داكشي اللي ناقص. في ناقص، ناقص في هاد النقيطات اللي كتشوفوا، écrit ce qui manque، كتب لينا شنو ناقص. وباش نعرف شنو ناقص نعرفو من خلال الصور اللي عندي هنايا. شنو الصور اللي عندي هنايا؟ هنا عندي تلامذة هما في المدرسة، عندي هاد البنية هادي كتكتب في السبورة، عندي هنا التلامذ كيلعبوا في الساحة ديال المدرسة، عندي هنا الوليدات كيلعبوا كاش كاش. إذا شنو غنديرو في هاد، شنو ناقصنا في هاد الكلمات هادو، نكتبوهم. إذا نقراو الجملة الأولى، لي زيليف سون اون، هاد التلاميذ فين راهم؟ لي زيليف سون اون كوا؟ اون كلاس. لي زيليف سون اون كلاس، التلاميذ راهم في القسم. اون كلاس، لاحظ معايا اون كلاس. ثم الجملة الموالية، ندى اكري او، فاش كتكتب ندى؟ كتكتب في السبورة. إذا شنو نقولو؟ ندى اكري او طابلو، طبيعة الحال طابلو. ندى اكري او طابلو يعني ندى تكتب في السبورة. هنا لي زونفون سون، هادو التلامذ، سون دون التلامذ راهم في هنا الملعب ديال المدرسة. إذا شنو نقولو؟ لي زونفون سون دون لا كور دو، هم في ساحة المدرسة دو ليكول. Sont dans la cour de l'école. Les enfants, al-atfal, les enfants sont dans la cour de l'école. Al-atfal, hum fi sahat al-madrasa. Hna at-talamid rahom fi al-qism. Nada katkteb sabora. Hna les enfants, chnou kidirou kach-kach? Idha chnou nqoulou? Les enfants jouent à quoi? À kach-kach. كاش كاش، كاش يعني كاش كاش، يعني لعبات ديال اللي كتخباو فيها، واحد كيغمض والاخرين كيتخباو. علاش سمات كاش كاش؟ لان لو فيرب كاشي، كاش كاش، كاشي هي تخبى تخبى، كاش كاش بحال كيقول لك تخبى تخبى، كاش كاش. واضح؟ نمر الان للسؤال الموالي. السؤال الموالي شنو فيه؟ قال لك اكري لا فراز اون اوردر. اش كتعني en ordre؟ en ordre هي مرتبة. هنا عندنا جملة ما مرتباش، هنا نكتبوها مرتبة en ordre، لأن هذا بار حاليا en désordre يعني ما مرتباش. à cache-cache jouent les enfants. لا ما صحيحة. إذا شنو اللي صحيحة؟ les enfants jouent à cache-cache، التلاميذ الأطفال يلعبون الغميضة. les enfants jouent à cache-cache. Toi, hein? Les enfants jouent. Tu vois, harf, harf, je dis que c'est comme Zouina. Joue. À cache-cache. Il y a bien sûr, charta واحد عريضة عن trait d'union. À cache-cache. On met la نقطة ديالنا. نمر الآن لا ديكتي. الإملاء. الإملاء. شنو غادي تفتح لكم الأستاذة أو الأستاذ؟ هتكتبوا هنايا. أنا ما باينش شنو يقدر تقول لكم الأستاذة أو الأستاذ في هاد الإملاء. واضح؟ نمر القصيدة اللي عندنا لتحت، عندنا ان بتي بوهم يعني واحد قصيدة صغيرة
بوام كما كتلاحظوا هنايا نحاول نقراوها نقراو هذه القصيده ليكول دو مي ريف مدرسة احلامي ليكول دو مي ريف مدرسة احلامي يعني مدرسة اللي كان كيحلم يقرا فيها ديما دون ليكول دو مي ريف في مدرسة احلامي il y a des murs colorés كاين حيوطة جدران كولوري يعني ملونة كاين حيوطة ملونين كولوري لا كولور هي اللون et un ballon soleil وكاين واحد الكرة دائرية بحال الشمس لأن كتعرفوا بأن الشمس دائرية وكاين واحد الكرة دائرية كالشمس au bout d'une ficelle واحد الكرة فيها واحد الشبيكة ديالها يعني فيها واحد الخيط مشدودة بواحد الخيط هاد الكرة مشدودة au bout d'une ficelle يعني في الطريف ديال واحد الخيط dans l'école de mes rêves في مدرسة الأحلام ديالي il y a une maîtresse كاينة واحد المعلمة qui efface un chagrin اللي كتمحي الحزن ديالنا un chagrin كتمحي الحزن avec des bonbons tendresse بواحد الحلوى كتعبر على الحنان ديالها لانها كتشوف الدري كيبكي ولا هذه كتعطي حلوى وهذيك هذا كتحن عليه وكتعطي حلوى اذا هذه كتعبر على لا طوندريس يعني الحنان ديالها pour moi et mes copains ليا والزملاء ديالي يعني دوك اللي كيقراو معاه ان كتمولفين بان الاساتذه او المعلمين ديال القسم ديال الاول والثاني والثالث اللي كيكون عندهم كيقراو دراري صغار بدايات صغيره كيجيبوا معاهم حلوى مره كيبكي شي تلميذ ولا شي حاجه ولا كيتقلق شي واحد كيعطيو حلوى باش ما كيبقاش مقلق يعني بحال كيتصالحوا معاه لا غوتوا عليه ولا هذيك كيعطيو حلوى باش ما كيبقاش مقلق لان يعني الدراري الصغار كيكونوا كيبغيو الحلوى اذا نعاودوا هذه القصيده بوام L'école de mes rêves. Dans l'école de mes rêves, il y a des murs colorés et un ballon soleil au bout d'une ficelle. Dans l'école de mes rêves, il y a une maîtresse qui efface un chagrin avec des bonbons tendresse pour moi et mes copains. Dans l'école de mes rêves, il y a des murs colorés et un ballon soleil au bout d'une ficelle. Dans l'école de mes rêves, il y a une maîtresse qui efface un chagrin avec des bonbons tendresse pour moi et mes copains.